السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرر شكري وتقديري وترحيبي بكم كل جمعة في 11:30 مساء في برنامجكم الأسبوعي حصاد الملاعب عبر قناتكم المفضلة HBC، قناة الصحة والجمال. في الجزء الرئيسي من حلقتنا اليوم مفاجأة صراحة غير معهودة، عميد حكام المساعدين في أفريقيا وفي مصر وفي الوطن العربي، كابتن أيمن دجيش، علامة فارقة في التحكيم المصري. أيمن دجيش اسم كبير من الناس اللي أثرت التحكيم المصري بوجودها. أيمن دجيش على الخط، كان كل الناس يعني مش عايز أقول حاطين في بطهم بطيخة صيفي بالبلدي زي ما بيقولوا يعني. أيمن دجيش كان هو التحكيم من دون فار. يعني ما أعتقدش، يعني لو أعتقد إن الكابتن أيمن دجيش كان موجود في وقتنا اللي إحنا فيه اهتيالي كان لغوا الفار عشانه، يعني لأنه هو كان نفسه تحكيم بالفار. في الجزء الثاني من حلقتنا هنستقبل ضيفنا العزيز الكابتن عثمان نابو، رئيس لجنة حكام البحر الأحمر السابق والخبير التحكيمي ومراقب لجنة الحكام بالنسبة للحكام. هيبقى معانا عبر الهاتف الكابتن وليد عثمان اللي اعتذر لظروف خاصة بيه. قبل ما ندخل في صلب حلقتنا واسئله بقى ضرب نار، واستعدوا كده عشان تشوفوا صراحه كابتن ايمن دجيش زي ما كان صريح في الملعب هو صريح على الشاشه ولا لا. معانا حاجه صعبه، كل سنه بقول يعني بتمنى ان انا اطلع موسم اقول ان احنا عندنا التحكيم حاجه محترمه وحاجه كويسه قوي وحاطين في بطننا بطيخه صيف، لكن زي ما قلت المعطيات اللي بتيجي في كل موسم هي اللي بتنبأ او هي اللي بتتنبأ بان الموسم اللي جاي ده كويس بالنسبه للتحكيم ولا لا. فانا على الموسم الثالث على التوالي بقول ان احنا من سيء لأسوأ، تخبط اداري غير مسبوق وغير معهود. اتحاد الكره حتى الان لم يتوصل الى اتفاق نهائي بشان رئيس لجنه الحكام ل 24/25. موسم 24/25 لغايه الان احنا مش عارفين مين رئيس لجنه الحكام حتى هذه اللحظه. تكهنات خرجت بالامس، كان في جلسه مع بريرا وعملوا ايه؟ انا بقول لكم اهوت على مسؤوليتي من مصادر موثوق منها من داخل الاتحاد المصري لكره القدم ان الجلسه بتاعت بريرا بتاعت امبارح ما اتعملتش. لم يحدث ان حد في اي شخصيه من مجلس اداره الاتحاد جلس مع فيتور بريرا او تفاوض معاه بشان بقائه أو عدمه. بريرا قدم تسهيلات غير مسبوقة من ناحية الراجل ده كان بيتحجز له سويت في فندق، كان بياخد مرتب بدولار. طبعا احنا عارفين الحكام لغاية دلوقتي لم تتقاضى مستحقاتهم المالية من العام الماضي. وافق ان هو يقعد في شقة بس متواضعة، مش هيقعد في سويت في فندق، ووافق ان هو يخفض راتبه للنص. طيب هنتساءل ونحط 50 علامة استفهام وعلامات تعجب كتيرة، هو الراجل ده لما يعمل ده هل الجهاز المركزي للمحاسبات هيتغافل عن الجزئيه ديت؟ ده اهدار ملعب. لو تم الاتفاق او التوصل للاتفاق ان بريرا على هذا النحو هيبقى فيها اهدار ملعب للاتحاد المصري لكره القدم. يبقى السيناريو اللي فارض نفسه ايه؟ اللي انا بدعمه بشده ويمكن كل خبراء التحكيم تدعمه ايه؟ ان نائب رئيس اللجنه كابتن محمد فاروق يتولى المسؤوليه الى ان ياتي اتحاد جديد يختار بقى رئيس لجنة حكام يبقي على الوضع اللي عليه. وفاروق أنا بقول إن هو أداه وقدود. كل الناس اللي موجودة قامات كبيرة في التحكيم المصري، بس اللي موجود دلوقتي نائب رئيس اللجنة محمد بخبراته الكبيرة، الكابتن محمد فاروق بخبراته الكبيرة على المستوى الدولي والأفريقي والعربي تؤهله بسلاسة ووضوح. ادوله الفرصة زي ما ادتوها للخبير الأجنبي وهتشوفوا إبداع المصريين. فيتور بيريرا في البدايه خالص، في بدايه فيتور بيريرا في بدايه اللائحه بتاعته قال ان الناس اللي فوق 65 سنه خارج الاتحاد. ازاي الناس 65 سنه خارج الاتحاد؟ حضرتك معدي ال 65 سنه، يعني معنى كده ان انت كمان طبقا للائحه بتاعتك لا تصلح ان تقود التحكيم المصري. في قامات كبيره لازم الناس تستفاد منها، قامات كبيره اسما وشكلا وموضوعا. من القامات ديت ناس عظام في التحكيم المصري، أسرة التحكيم المصري على مر عصور. يعني على سبيل المثال ولا الحصر علشان الناس ما تزعلش مني، عندنا في اسكندرية اسم كبير كابتن سيد محمود،
كابتن سيد محمود رئيس لجنه حكام اسكندريه اللي فوجئنا ان هو بيكتب بمنتهى المراره، يعني ان ازاي انا بيتعامل معانا كده، وان احنا لما بنتكرم في شخص كابتن خليل حامد او كابتن مشرف فرح، ان احنا بيدونا ماتشات للمراقبه. انا بس قبل ما ادخل مع الكابتن سيد محمود، احنا يعني هيبقى معانا على الهاتف، لكن قبل ما ادخل مع الكابتن سيد محمود بقول انا بشكر محمد فاروق ان هو حاول يساهم ان هو يرجع للناس حقوقها. على الهاتف معي، معكم عبر الهاتف، كابتني وكابتن حكام مصر كلها وصاحب بصمه كبيره في التحكيم المصري على المستوى الافريقي وعلى المستوى الدولي، كابتن سيد محمود رئيس لجنه حكام اسكندريه اللي ظل 48 سنه بعد اعتزاله التحكيم يخدم التحكيم المصري. اهلا بيك يا كابتن سيد، منورنا ومشرف برنامج حصاد الملاعب. دكتور محمود، اهلا بكل الساده المشاهدين، لقاءك جميل ومساء الجمال عليكم كلكم يا رب. كابتن سيد، فوجئت بكتاباتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك واتساب، ان انت بتبلغ رساله للجنه الحكام الحاليه، ان انت بتقول ان في حكمتين من اسكندريه رايحين كاس عالم، فقلت ان ده الفضل بيرجع لربنا ولحضرتك في صقل هذه الحكمتين. طيب الشبكه مش كويسه مع الكابتن سيد. هنعود الاتصال بالكابتن سيد محمود. انا سامعك. طب كابتن سيد معلش، في مكان فيه شبكه عشان المشاهدين مش سامعينك. انا كويس كده؟ كويس سامعني؟ كده كويس، اتفضل يا كابتن سيد اتكلم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. دايما زي المثل الشائع مع الاسف والمثل السيء، ان دايما النجاح بيبقى له 100 اب، اما الفشل بيبقى يتيم ما حول القوة الا بالله، لا يتيم الابوين كمان. المحكمتين شاهندة ويارا اللي رايحين كاس عالم 20 سنة و17 سنة للسيدات، دول انا اتسلمتهم وهم محكمات تحت الاختبار لغاية ما وصلوا المرتبة الدولية. تعبت معاهم سنوات طويلة ولفيت وراهم الملاعب، اصحح في اخطائهم واعافر معاهم واروح واجي وانا وغيري من زمايلي من اعضاء اللجنه، لغايه ما وصلوا المرتبه الدوليه، وبعدين اديناهم للكابتن عصام عبد الفتاح ربنا يكرمه، وهو اللي وصلهم في التحكيم الدولي، بقى اداهم الحقيقه فرص كتير، وخصوصا ما كان في الاتحاد الافريقي ووصلهم للاتحاد الدولي. نيجي دلوقتي نلاقي ان الاتحاد الكوره بيحاول ايه، او بيفكر يعمل لهم تهنئه وتكريم والكلام ده كله. طب اللي عمل الناس دي فين؟ اللي صنع الناس دي فين؟ وفين اللي صنعوا الحكام اللي لعبونا في البطوله الافريقيه؟ وفين اللي صنع الكابتن محمود عاشور اللي شرفنا في البطوله في الدوره الاولمبيه؟ الكلام ده لازم يبقى له حدود ويبقى له قواعد وشروط. في الالعاب الفرديه البطل اللي بيحرز ميداليه ما بيكرم معاه المدرب بتاعه، بيقولوا ده الصانع لهذا البطل. احنا هنا في اللعبات الجماعيه بينسب الفضل لاتحاد الكوره بس، الكلام ده مش مظبوط ومش من حقهم. ده مش من حقهم بكل المقاييس. ادي ده الجزئيه اللي انا حبيت اوضح فيها، وبعدين مش انا بس كمان اللي بنعمل الكلام ده. يعني عموما على مستوى الفروع كلها، على مستوى الجمهوريه كلها، في قيادات زيي واكتر مني واحسن مني كمان، ياما طلعوا حكام كويسه، وياما خرجوا حكام كويسه، وياما صقلوا مواهب حكام كويسه، وبيسلموهم اللجنه الرئيسيه، والناس بتوصل للمرتبه الدوليه وما بعد كده. طيب الناس دي فين بقى من التكريم؟ فين من ان نقول لهم حتى متشكرين؟ التكريم احنا يعني مش عايزين حتى تكريم مادي، احنا عايزين تكريم معنوي، تكريم معنوي. ده اللي بيخص النقطه دي. كابتن سيد، انت التكريم الادبي والمعنوي ليك من كل حكام مصر، مش حضرتك ما بينقص من قدرك بتاتا ان لجنه الحكام او الاتحاد المصري يكرم حضرتك. اسمك لوحده شرف وتكريم لكل العاملين بالتحكيم المصري على مر العصور. وزي ما حضرتك قلت، عندنا في الغربيه كابتن سرور شحاته، كابتن عبد الستار علي، كابتن محمد شلبي، حتى من الناس الجديده اللي عملت شغل في اللجان بشكل رائع، كابتن وليد عبد العزيز وكابتن شريف التباع، اسماعيليه كابتن حسين علي موسى، عندك في اسكندريه كابتن مشرف اللي اسرى التحكيم بمحاضرته، الراجل ده كان من جيبه.
كابتن خليل حامد في القاهرة أبو الحكام كلها. حضرتك جبت مشرف لازم نديله برضه حقه، كابتن مشرف فرح كان بيسافر جميع المحافظات يدي محاضرات للحكام اللي داخلين ترقي او سواء حكام جدد مجانا على نفقته الشخصيه، وفي الاخر يقولوا عايزين يكرموه لانه عدى ال 65 سنه وما بيراقبش بقاله سنتين، وعايزين يكرموه يقوم يدوا له ايه مباراه تكريم ان يروح يراقب ماتش مالوش قيمه. ده في اللائحه غلط، ما فيش حاجه اسمها يعدي 65 سنه. في كل الاحوال كابتن سيد سعيد جدا بوجودك معايا في المداخله دي، وبتمنى ان انت تشرفني في البرنامج، طبعا هتزيد البرنامج قوه وتوهج. كابتن سيد محمود رئيس لجنه حكام اسكندريه الاسم الكبير الدولي المحترم، بشكرك كل الشكر في وجودك معايا النهارده في المداخله الكبيره ديت، ومش عايز اقول انا بقى، انا بقول لك بنيابه عن حكام مصر كلها، حقك على دماغنا كل عند حضرتك وكل القامات الكبيره اللي علمونا التحكيم. كل الشكر والتقدير ليك يا كابتن سيد، وان شاء الله بتمنى، انا بقول لك على الهوا، بعرض عليك على الهوا اهوت، حضرتك هتشرفني في البرنامج في اقرب فرصه تبقى وقت حضرتك متاح. كل الشكر والتقدير ليك يا كابتن سيد. كل الشكر والتقدير للكابتن سيد محمود رئيس لجنه حكام الاسكندريه السابق وابو الحكام، واتعلمنا منه كتير. نطلع فاصل، وبعد الفاصل العميد ايمن دجيش وحلقه ضرب نار. عدنا إليكم مرة أخرى بصحبة العميد أيمن دجيش، الحكم المساعد رقم واحد في مصر، في أفريقيا، في العالم العربي. أيمن دجيش علامة كبيرة من أسرة التحكيم المصري لسنوات طويلة. أيمن دجيش زي ما قلت وجوده على الخط هو الفار. أيمن دجيش من غير خطوط كان بيقول اللعبة دي التسلل ولا مش تسلل. أيمن دجيش اسم كبير في التحكيم المصري. كابتن أيمن أهلا وسهلا بيك في برنامج حصاد الملاعب، منورنا ومشرفنا يا نجم. نورك كابتن محمود، تحياتي ليك ودايما بالتوفيق كده، وببارك لك على البرنامج ودايما كده في تميز، وربنا يكرمك بإذن الله. وتحياتي ليك وكل القص اللي موجود، الحلواني والمجموعة اللي موجودين كلهم، يعني بهنيكوا بإذن الله في امتياز على طول، يعني ربنا يكرمك. كابتن أيمن، مع استمرار اجنبي ولا مع استمرار التحكيم برئاسه مصري؟ انا عارف ان انت حضرتك كنت موجود في لجنه الحكام الرئاسيه وعضو فعال جدا وعملت كتير، وانت اللي اتقدمت باستقالتك عشان ما نزيدش على الكلام. مش عايز اقول لك اتقدمت باستقالتك ليه، عشان انت طبعا ذكرت ده في برامج كتير، مش المشاهدين، انا مش عايز كلام معاد. انت مع استمرار اجنبي ولا مع وجود المصري؟ اولا بشكرك على الكلام اللي قلته في حقي في البدايه، ده في البدايه وانا بسمعك، يعني حقك يا حته الموضوع ده انا قلته يا كابتن محمود باختصار في الموضوع ده، حته الاجنبي تجربه فاشله، ولو جبنا كلينا يمسك التحكيم المصري يبقى رئيس لجنه حكام مش هتنفع، او بوساكا او اعظم ناس اللي في العالم مش هتنفع لطبيعه التحكيم المصري. انا ممكن اجيب كبير يدي محاضرات فترات معينه، اوكي حد جديد، طبعا عندنا مصر مليانه بالعظماء في التحكيم وهي اللي اخترعت وكل موجودين، لكن انت لو عايز تحب تجيب حد يدي محاضره يدي حاجه جديده للحكام بتاع فترات معينه اوكي، لكن حته ان انا اجيب رئيس لجنه حكام اجنبي الموضوع ده هيفشل، لو جبت اي حد هيفشل. طبعا تجربتين كانوا موجودين كانوا فشل كبير جدا، فاعتقد ان رئيس لجنه حكام اجنبي مش في صالح التحكيم المصري الحقيقه. يعني انت مع استمرار المصريين مش الاجانب في رئاسه لجنه الحكام. المنصب يا كابتن محمود، طبيعه التحكيم المصري فيما يخص التحكيم، انت مش جاي حكم اجنبي تمسك حكام الدوري الممتاز، ليه طبيعه وانت عارف ومدرك طبعا زي في الموضوع ده، في مناطق وفي حاجات كتير تخص التحكيم الاجنبي بعيد عنها تمام ومش ملم بيها، صعب جدا يبقى موجود كرئيس لجنه حكام. يعني كابتن توفيق بعيد السيد عن بعيد عن الاثنين اللي كانوا موجودين، لان دي كان عندهم سلبيات كمان اكتر من اللي انا بقوله يعني. تمام،
ومن ضمن السلبيات دي كابتن توفيق السيد كان قال في الحلقه معايا ان تقريبا مارك كلاتنبرج ما كانش موجود طول الاسبوع، كان بيروح لهم يوم الاثنين اللجنه. يعني انت بقى احتكيت بفيتور بيريرا عن قرب يعني، ومارك ومارك بالزبط. يعني انت اشتغلت مع مارك وبعدين كملت مع فيتور بيريرا لما جاء. تقييمك للاثنين في عجاله يعني، انا مش هو بص، مارك كلاتنبرج ما كانش متواجد تمام، هو اذكى كتير من بيريرا يعني، عنده شويه ان هو ممكن يعني مع الوقت لو هو ملتزم في حته ممكن يبقى عنده نتائج كويسه، ولكن هو كان عنده مشكله ان هو ما كانش متواجد، وكان متواجد في كذا مكان. عايز اقول لك ان هو مثلا جه 8 اشهر كان موجود شهرين في مصر. عايز اقول لك ان هو جوه مبنى اتحاد الكوره جوه اوضه رئيس لجنه الحكام كان بيقعد يجي نخبط، بيقعد 3 ساعات بيعمل زوم مع حكام اليونان. تمام. انا بكلمك على حاجات شفتها في ده. بالنسبه لمارك كلاتنبرج ما كانش موجود الحقيقه يعني، بقول لك 8 اشهر قعد فيهم شهرين يعني. بالنسبه لبريرا دي فتره من أسوأ الفترات على مستوى التاريخ للتحكيم المصري في وجود بريرا الحقيقه. يعني مش عايزين نقول، احنا قلنا كتير واعتقد ان بريرا مش هيكون موجود في التحكيم المصري. اعتقد ان هو خلاص، فمش عايز اتكلم عليه تاني، لان انت عارف لما واحد بينزل من على الحصان خلاص. احنا اتكلمنا كتير في السلبيات والحاجات الكتير، مش محتاج كل الزملاء سردوها يعني. وقلنا الكلام ده كتير، لكن هي المشكله اللي عندي اللي هي مضايقاني اليومين دول بصراحه، الناس اللي بتروج لوجود بيريرا. حلو تمام، يعني همسك بس في الكلمه بتاعتك دي وهنبني عليها. بالظبط. عندك معلومات هو ماشي ولا قاعد؟ اعتقد ان هو ماشي يعني، اعتقد بنسبه كبيره هو مش موجود بيريرا. لان عايز اقول لك حاجه، اصل احنا كلنا في الوسط معروف يعني، كلنا بنحب التحكيم واولاد التحكيم وشايفينه، وكل المنظومه بعيد عن الحكام كمان شافت الموسم وشافت حاجات كتير، السلبيات قد ايه يعني، اللي كان موجود قد ايه واللي موجود لغايه دلوقتي، اللي احنا فيه لغايه دلوقتي التحكيم. فالامور دي اكيد 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 انا عندي يقين 100% ان المسؤولين مش هيرتضوا بان التحكيم يمشي بالمنظر وبالاسلوب دون الحقيقه. فاعتقد ان هو مش موجود. كل اللي بقول لك اللي انا ممكن يضايقني، الناس اللي بتروج وانا دي مستغربه جدا يعني، الناس اللي بتروج لوجود بيريرا دي انا مستغربه جدا. انت لازم، احنا عملنا المجال ده اللي عملنا كابتن محمود. كابتن ايمن، اللي بيروج لوجود بيريرا، اللي بيروج لوجود فيتور بيريرا هو مستفاد من وجوده، وهيبقى مضرور بعدم وجوده. احنا الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده حكام مصر كلها والمراقبين كلهم فاهمينه يعني. ممكن الشارع الكروي ما يبقوش لامس قوي الموضوع، لكن انا متاكد تماما كل كلمه انت بتقولها فيها استعاره مكنيه واصله للناس كلها في الوش، وانا مبسوط بصراحتك. بس زعلان انا بقى من ايه يا كابتن محمود؟ انا النهارده ايمن كان موجود في التحكيم، والحمد لله الحكم بيتعرف من هو في الملعب يا كابتن محمود. طبعا طبعا. وانت بالملعب انت معروف، احنا قضينا تاريخ كبير. طبعا طبعا. فاللي محزنني ان احنا المجال ده اللي عملناه، فلما نيجي نتكلم بالحقيقه وبالصدق لصالح المجال اللي احنا عمل اسامينا، ما نتكلمش عكس كده بصرف النظر انا هحقق مصلحه او مش هحقق مصلحه. احنا عايزين مصالح التحكيم المصري. طب هقول لك حاجه، انا بدات معاك التحكيم، احنا دفعه واحده، دفعه 2090 93 ده، لا 2000 درجه اولى يعني. 2000 درجه اولى بالظبط. وانا بطلت وجريتك في البطوله العربيه، كنت موجود مع الكابتن زمان فاروق، وسنتين دولي في القائمه الدوليه. لا جاملتك لا جاملتك، ولا انت كنت عايز حد يجاملك، ولا انا كنت بطلب من بالظبط يعني. انا ده اللي انا عايز اوصله للناس الصغيره اللي موجوده. احنا علاقه عشره عمر طويله، وانا كنت موجود مسؤول عن اختبارات مع الكابتن، مع الكابتن سامي فاروق رئيس اللجنه المحترم جدا، الشخصيه الغير عاديه يعني، الخلوق. ما كانش حد بيطلب ان احنا مثلا ننجح ايمن. لا يا كابتن سامي، من الناس اللي يعني فاهم يا كابتن ايمن، هي دي العداله الحقيقه، ديت اللي لما توصل للناس اللي موجودين دلوقتي في التحكيم المصري، ان يبقى في حد يقدر يحط عداله في التصنيف. مفيش عداله في التصنيف، وانت عارف ان في ناس اتظلمت من التصنيف. معايا في الكلام ده ولا انت ليك راي تاني؟ لا اكيد طبعا. لا بص الموضوع ده في بدايته، احنا في البدايه اتكلمنا مع الراجل في حاجات كتير. الراجل كان بيقول حاجات غريبه الحقيقه يعني. تمام. يعني حتى في الاعداد اللي كان بيقولها والكلام ده، اتكلمنا واتناقشنا واختلفنا. مش عايز بقول لك اتكلم عليه تاني، لان هو خلاص اعتقد ان هو مش موجود، فمش عايزين نتكلم في الحاجات، لان كل العمليه لو اتكلمنا مش عايزين نتكلم في سلبيات تاني، لان العمليه كانت كلها سلبيات الحقيقه يعني. كانت كل الموسم سلبيات. هتتكلم قلنا اداري، تعيينات كلها كانت الحقيقه مش مظبوطه، حاجات كتير حصلت سلبيات. فمش عايزين نتكلم في الجديد يا كابتن محمود.
على مسؤوليه الكابتن ايمن دجيش. الراجل ماشي من مصادر موثوق منها ان يعني في جلسه يوم الاحد او يوم الاثنين القادم هتجمع مسؤول كبير او اثنين من اعضاء مجلس اداره الاتحاد بفيتور بيريرا، و99.9 هيوجهوا له الشكر. انا بقول اهوت على مسؤوليه البرنامج، وده من مصدر موثوق منه داخل الاتحاد. كابتن ايمن، ترشح حد لخلافه بيريرا؟ عندك ترشيحات حد معين لخلافه بيريرا ولا؟ بص انا اي حد مصري احنا هنسنده. طب انت في انا عايزك تديني اسم او اسمين دلوقتي. انا مش حابب، لان لما باجي اقول اسامي الناس بتزعل. ممكن انت مثلا تنسى اسم. لا لا، هو المطروحين على الساحه برضه عشان اسهل لك القصه. كان مطروح على الساحه كابتن سمير عثمان، طبعا اخونا وشخصيه طبعًا غير عاديه. سمير مش محتاج حد يزايد عليه. طبعًا كابتن طبعًا اسم كبير الدولي، اسم يعني كبير في التحكيم. كابتن ياسر عبد الرؤوف، اللي مش عايز اقول لك الشفافيه، وابو حازم ده حاجه رائعه. 100% كابتن ياسر اسم كبير برضه، حاجه كبيره في التحكيم. استمرار الكابتن محمد فاروق، ادي انا قلت سهلت لك القصه. محمد فاروق قيمه كبيره وتاريخ كبير في التحكيم، ويستحق الثلاثه يستحقوا وغيرهم كمان. يعني الثلاثه يستحقوا يكونوا موجودين في المكان. انا الحقيقه يعني انا بمنتهى الامان الثلاثه يستحقوا يكونوا موجودين في رئاسه لجنه الحكام. بس انا عندي راي يا كابتن ايمن، ان الشهور اللي باقيه للمجلس اداره الاتحاد مش هتساعد وجود الكابتن سمير او الكابتن ياسر، لان هم هيبقى عايزين. انا عارف ان هم ليهم شروط معينه وقالوها، وده في صالح التحكيم المصري ان هو يبقى عنده تعاقد كامل ليه وللجنته، وده حقهم بالظبط. فانا شايف ان الوقت ده مش الاتحاد مش هيقدر يبرم عقود مع رئيس لجنه ويبقى كل الموجودين معاهم عقود. فانا ميال مش ميال، لان هم اخواتي كلهم. انا بقول ان الفتره دي لصالح التحكيم المصري استمرار محمد فاروق على راس اللجنه. على فكره اتفق معاك. انا من قيمه شهرين ثلاثه قلت لهم يا جماعه انقذوا التحكيم المصري وابعدوا الخبير عن التحكيم، امور حصلت كانت غير طبيعيه، وابعدوا وكابتن محمد فاروق قادر ان هو يكمل الموضوع. فانا بتفق معاك ان هو ممكن يكمل مده، وكابتن محمد فاروق قيمه كبيره وقدها يعني. لكن هي القصه في ايه يا كابتن محمود برضو اللي انت بتقوله؟ علشان اي حد يكون ماسك التحكيم لازم كل حاجه تتقدم، اذا كنا عايزين نعمل تحكيم او مش عايزين نعمل تحكيم. طب روجيتا في دقيقه كابتن ايمن، عشان يبقى في تحكيم مصري بشكل محترم، يبقى في عمل، يبقى في شغل على ارض الواقع يا كابتن محمود. ارض النهارده التحكيم 80% عملي، مش تمام. نظري، مش قاعه، مش جروب. طيب. مش جروب على الواتساب. قول لي بقى الفكره الجميله اللي انت قلتها يعني. الفكره بقى ان احنا النهارده ا ب في اي دوله، وروحنا دول كتير وشفنا، يبقى في مركز مكان اقول لك الهدف. لسه ما اعرفش وضعه ايه الهدف. طيب. مثلا هنقول هنفترض ان الهدف ده اللي هو الفيفا اللي احنا بقالنا كتير، اللي هو شبه دلوقتي جاهز يعني. ده مكان الحكم. ده يبقى مكان جاهز للتحكيم. ده المركز. طيب. المركز ده فيه الفنيين، فن الخاص بالفار، فن خاص بالحكام، خاص بالحكام المساعدين. الفنيين اللي خاصين بالكلام ده موجودين في المكان ده. تمام. انت هنا شغال طول السنه، مش شرط ان انت بتجيب حكام او بتجيب افواج، ولا انت بتجيب مجاميع اللي انت شايف اللي محتاج التدريب في وقت معين. انت النهارده كحكم فار بتطلب خمس ست حكام، كان في عندهم مثلا اخطاء بتصلح لهم بتعدلهم، بتطلب خمس ست حكام مساعدين. طبعا. حكام صفاره. المركز ده شغال ازاي يا كابتن محمود؟ مش فترات، طول السنه. النهارده الفار مثلا، تدريب الفار ما كانش فيه تدريب فار خالص، لازم يبقى فيه اجهزه سيموليتر. نقف هنا يا كابتن. مشاكل الفار من عدم التدريب. طبعا من عدم التدريب على التقنيه. ما هو انا النهارده اتعملت التجربه. تمام. لازم تستمر في فتره، انت التدريب مستمر على طول. تمام. انت كنت بتتدرب او بعد كده بتطلع الحكام اللي انت شفتها الصغيره. استنى يا نجم، دي احلامك، لكن انا بقول لك مشاكل الفار من عدم التدريب على التقنيه ولا قصور في الحكام؟ لا، ما مش عايز احمل كل حاجه للحكام. تمام. انا ما انا النهارده، انت النهارده ما بتدربنيش يا كابتن محمود. خلاص. انت النهارده مش من الحكام. ليه بقى يا كابتن محمود؟ انت النهارده ما عندكش الجهاز، وما عندك بتجيب الاجهزه، بتجيب الفرق، الحكام دي بتتدرب. ما هو مفيش حكم يا كابتن محمود هيوصل للطب من غير ما تعتني بيه كاداره تحكيم. فلازم يكون في تدريب متواصل للحكام. ازاي انا النهارده ما بدربكش واجي احاسبك على الخطا؟ تمام. اديني قالب به يعني يا جماعه. احنا بنتكلم، اللي بقوله لك كابتن محمود ده مش ان احنا بنقترح حاجه ولا انا بقول لك حاجه جديده. اللي بيحصل ده اللي موجود في كل العالم يعني. كابتن ايمن، احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت وقلنا محمود عاشور راح الاولمبياد بدون دعم من انا عارف ان كابتن محمد فاروق حاول يدعمه كتير، بشتى الطرق، بس ما نجحش. انا بكلمك بامانه يعني. لكن كان متمسك بيريرا برايه ان محمود عاشور يقصى من المباريات اللي موجوده داخل الاتحاد. في اتنين رايحين
كاس عالم، اتنين رايحين كاس عالم للصالات، محمد حسن وطارق سامي قيمه كبيره. قبل ما تبارك لهم على الهوا يا كابتن، محدش حاسس بيهم، محدش عارف عنهم حاجه، يعني محدش عارف ان في حكام رايحين كاس العالم للصالات ولعبوا الكاس العالم الماضيه النهائي البطوله اللي هم الاثنين. معي ومعكم على الهاتف الدولي المحترم القدير كابتن طارق سامي، من الناس الاسامي الكبيره جدا في التحكيم المصري، التحكيم المصري، الناس اللي هي ليها بصمه فعليا في التحكيم المصري، الخلوق المهذب. كابتن طارق سامي اهلا بيك. حبيبي كابتن محمود، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. بنقل لك تحياتي وتحيات العميد ايمن دجيش. زي الفل يا كابتن طارق. عامل ايه يا كابتن ايمن؟ ازيك عميد، اخبارك ايه؟ حبيبي التوفيق دايما يا كابتن طارق، ودايما مشرفينا انت والكابتن محمد حسن. ربنا يخليك يا رب يا كابتن، دعواتك ان شاء الله بينا كده باذن الله في البطوله الجايه، نعمل بطوله احسن من اللي فاتت كمان باذن الله. انتوا تاريخكم كبير في التحكيم، ومن اكبر الحكام في العالم في الكره الخماسيه يا كابتن طارق، وانا اعلم ذلك كويس يعني. حبيبي وانتوا رموز كبيره للتحكيم المصري، ومشرفين التحكيم المصري دايما يا كابتن طارق. ربنا يوفقك انت والكابتن محمد باذن الله في البطوله اللي جايه. كابتن دعواتك معانا يا رب باذن الله يا كابتن طارق. كابتن طارق اخبارك ايه؟ اخبار استعدادك لكاس العالم؟ والله يا كابتن محمود احنا هو يعني خلاص الميعاد قرب، والحمد لله استعدنا انا وكابتن محمد، وذاكرنا القانون واستعدادات بدنيه واستعدادات فنيه والحمد لله يعني الامور ماشيه، وان شاء الله باذن الله سفرنا الاسبوع الجاي يوم 2/9، عندنا معسكر قبل البطوله ان شاء الله. البطوله هتبدا يوم 14 باذن الله، الاختبار البدني بتاعنا هيبقى يوم 5/9، وبعد كده ان شاء الله هنبدا بقى من يوم، من اول ما نروح لغايه بعد الاختبار البدني لحد البطوله. عندنا طبعا بقى يعني امتحانات فيديو تيست، عندنا مراجعه تاني على موضوع الفيديو سبورت، لان احنا عندنا في كره الصالات الفار اللي هو في ال 11 عندنا اسمه فيديو سبورت، فطبعا عندنا حاجات جديده في الموضوع دوت هناخدها، اللي هو الاناونس هيبقى يعني القرار زي ما كان في الكره الكبيره، الحكم هيقول القرار وكل الجمهور يسمعه، احنا هيبقى عندنا نفس الكلام. فان شاء الله كل ده هيبقى في معسكر تدريبي قبل البطوله، وان شاء الله بقى نخش على البطوله من يوم 14 باذن الله الافتتاح. موفقين دايما يا كابتن طارق. عملت اختبار بدني انت والكابتن محمد حسن قبل ما تسافروا هنا في القاهره؟ اه طبعا يا كابتن، عملنا الاختبار الطبي الاول، عملنا اختبارات طبيه طلبها الاتحاد الدولي بالاسم، تحاليل دم ورسم قلب عادي ورسم قلب بمجهود وايكو، كل الاختبارات البدنيه اتعملت واتبعتت، وعملنا الاختبار البدني والحمد لله رب العالمين وفقنا، وعندنا اختبار بدني تاني لما نروح هناك. انت عارف يعني اختبار هنا واختبار هناك. عارف ان محمد حسن واخد اتجاه ان هو خلاص يعني يبقى ده اخر مواسم التحكيم ليه، وانت عايز تستمر. كنت قلقان من عدم وجودك في القايمه في الموسم الجديد؟ والله يا كابتن بص، يعني فتره القايمه وارسالها هبقى انا مش متواجد، هبقى انا في كاس العالم انا وكابتن محمد حسن، فخايف ان انا ابقى يعني القايمه تتبعت وان انا ما ابقاش موجود، لان انا لسه ما خدتش قرار. يعني انا قراري لغايه دلوقتي ان انا هكمل، ما عنديش مشكله في ان انا يعني اكمل المسيره في كاس عالم سيدات السنه الجايه في 2025، وفي اولمبياد في 2026، فايه المانع ان احنا ادام متواصلين كحكام مصريين ولينا قدم في الفيفا في كاس العالم وفي البطولات الدوليه، ايه المانع ان احنا نكمل لغايه لما يعني الواحد ياخد قرار بان هو يعني يقول خلاص كفايه. يعني انت عارف يا كابتن محمود، لو ما فيش بطولات احنا من نفسنا هنخرج، احنا يعني مش هنقعد في قائمه نعمل ايه طول ما فيش بطوله يعني. كابتن طارق، انا الاول عايز اشكرك على وجودك معايا في المداخله الهاتفيه ديت، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هبارك لك وانت راجع من كاس العالم بالميداليه الذهبيه بتاعه النهائي البطوله. هبعت لك حد المطار يستقبلك ويصورك، وهتيجي ان شاء الله من المطار على اول حلقه ليك، هتبقى معانا هنا في البرنامج. كل الدعم كل الدعم كل الدعم لطارق سامي المحترم قوي، كل الدعم لمحمد حسن الدولي، المصنفين يا جماعه على راس قائمه حكام الصالات في العالم، مش في مصر. اما يبقى عندنا حد زي بقيمه الناس ديت نتمسك بيهم يا جماعه والنبي. يعني انا بناشد اهو، بناشد وزير الرياضه، بناشد رئيس الجمهوريه، كل الدعم كل الدعم لطارق سامي ومحمد حسن، كل الدعم للدوليين طارق سامي ومحمد حسن. بشكرك كابتن طارق، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرك كابتن محمود، شكرا. نطلع فاصل، وبعد الفاصل حالات تحكيميه بصحبه العميد، ونستقبل ضيفنا الكريم الكابتن عثمان نابو. ابقوا معنا.
الجزء الاخير من حلقتنا اليوم. هيصحبني العميد ايمن بجيش في تحليل الحالات التحكيميه اللي موجوده، وهيصحبنا نجم الصعيد رئيس لجنه حكام البحر الاحمر السابق وعضو لجنه حكام قنا السابق والمسؤول عن اخبار الصعيد كابتن عثمان نابو. اهلا وسهلا بك كابتن عثمان. ربنا يخليك يا دكتور محمود، وانا سعيد اللي مع حضرتك ومع القيمه والقامه الدكتور ايمن وحكمنا الدولي، وده شرف ليا يا دكتور مع حضرتك ومع الكابتن. كابتن عثمان انت تشرف اي حد ومنور ومشرف يا كابتن. ربنا يشرف بيك يا كابتن عثمان. هنروح للحالات التحكيميه عندنا النهارده. يلا نروح لاول حاله تحكيميه، مباراه زد، مباراه البلديه والزمالك. مباراه البلديه والزمالك احنا بقى يعني دي الحالات اللي انا هتكلم فيها اللي هي فيها التحليل الحركي. الصوره الاولانيه هنا بتبين من راس اللاعب الزمالك اللاعب البلديه لايد لاعب الزمالك كانت المسافه متر و73 سنتي، يعني بتعدي الياردتين. دي الصور اللي جابها لنا الدكتور هاني ابو مندور. تعال نروح للقطه الثانيه بقى معانا اللي هي الصوره رقم 2. الصوره رقم 2 هنا متوسط سرعه الكوره، كره رايحه هنا سرعه الكوره من راس لاعب البلديه رقم 10 لايد لاعب نادي الزمالك كانت الكره ماشيه بسرعه 20 كيلو متر في الساعه، يعني مش سريعه الكره ماشيه، يعني عشان الاعتبارات دي بنحطها، يعني الاعتبارات دي الكونسيدريشن ديت بنقولها ساعه احتساب لمسه اليد. كابتن ايمن، هي الكره راحت لايد اللعيب ولا لا؟ سرعه الكره دي اعتبارات احتساب لمسه اليد. فهنا الاعتبارات عندنا هي ان الكره كانت ماشيه بسرعه 20 كيلو متر في الساعه. نروح للصوره الثالثه معانا. الصوره الثالثه هنا الدراع بتاعه اللعيب اتحرك بره جسمه قد ايه، بره جسمه بمسافه قد ايه؟ بمسافه 30 سنتي تقريبا، 29 سنتي، كانت بزاويه تتخطى ال 80 درجه، يعني الايد بعدت عن الجسم يا كابتن ايمن، خرجت بره الجسم، يعني خرجت بره الجسم. يبقى الايد هنا خرجت بره الجسم ومكبره الجسم. الكره جايه من راس اللعيب لايد لاعب نادي الزمالك والمسافه يعني ما كانتش قريبه، ده متر و73 سنتي يعني 2 يارده، مش مسافه صغيره، مش صغيره يعني، مش مسافه صغيره. الكره ديت يا كابتن ايمن لم تحتسب ركله جزاء، احنا جايبينها بس. قرارك ايه يا كابتن ايمن في اللعبه دي؟ بص يا كابتن محمود، يعني بعد ما شرحنا، يعني احنا بس ناخد اخر لقطه عشان يبقى انت كده الامور مستوفيه معاك. اخر لقطه هي زاويه الذراع بتاعه الجسم، الذراع طالعه 37 درجه بره الجسم. هو انت برضو كابتن محمود حته اللي هو التحليل الحركي ده، انت واخد مسافات وبتاع، هو جديد شويه، فبتاخدها بالمسافات والقصه ديت، بس احنا بنتكلم في الاخر بالتحكيم، بالفنيات يعني القانون. يعني انا هنا برضو، يعني انا برضو ممكن لو سمحت لي اختلف معاك شويه. اختلف، يعني انا حاسس ان الايد ما خرجتش بره في الوضع الطبيعي يا كابتن، لان انت قلت لي كام درجه خرجت بره، قد ايه كام درجه؟ طلعت 30 سم بالظبط، لان 30 سم 30 لو هي الايد جنب جسمه على طول، يعني لا طلعت 30 سم ساعه لمس الكوره، وبعدين ابتدت تمشي بزاويه تتخطى ال 80، هي كانت بزاويه 37 درجه، يعني في الوضعيه اللي قريبه من شويه. لكن لما جه يلعب الكوره الايد راحت ومنعت، الايد راحت ومنعت. للاسف هنا احنا بنتكلم على تقنيه الفار، للاسف هنا حكم الفار ما جابهاش، يعني ما جابش اللقطه دي للحكم علشان يقول له ان انت عندك لقطه تعالى بص عليها او شوفها من زاويه تانية. هي الكره ديت مرت عادي ما فيش مشكله ولم تحتسب، عمل عليها كونفيرم وخلاص. هو قرار الحكام اكيد في الملعب في اللعبه دي يا كابتن محمود، هو الحكم ما حسبش طبعا، الحكم ما حسبش، لان هنا الكلام كله كان عليها ان اللعيبه قريبه من بعض والفار. فاللي انا وضحته لك هنا يا كابتن بالتحليل الحركي ان الحكم اللعيبه مش قريبه من بعض. فهو ده قول الفصل في الموضوع، ولكن هو برده يعني اكيد حكم الفار بالنسبه له هو اتفق مع الحكم في القرار، عشان كده هو ما جابوش. هو بالنسبه لراي الحكم، بالنسبه لراي الحكم، انا رايي الجزاء. انت رايك بقى رايك التحليل الحركي؟ التحليل الحركي ركله الجزاء. نروح للحاله الثانيه اللي معانا، مباراه ايه زد وسيراميكا. ده شهاب راشد ماشي، ده خلاص انتوا رايحين بقى في ملعب العميد. شهاب راشد ولقطه ولا اروع من مباراه فاركو والمصري. هات اللقطه كابتن احمد، يلا اتفضل. شهاب راشد احنا اخترناه للمره الثانيه على التوالي حكم الاسبوع، ايه رايك كابتن؟ العاب بقى ايمن دجيش وصف لنا كابتن. هو طبعا لعبه دقيقه جدا وتميز كبير من شهاب راشد. الحقيقه المباراه دي يمكن انا تابعتها،
شهاب قدم مباراه رائعه رائعه، امتياز بشكل كبير جدا، لان هو ما كانش عنده الحاله دي بس، شهاب كان عنده حاله زيها، كان عنده ثلاث حوالي. بس الحاله ديت احنا جبناها ليه؟ الحاله دي تم احراز منها هدف، هدف، لكن هو كان عنده اربع حالات صعبه دقيقه. يعني انا لما اجي اقيم المساعد بقيمه في صعوبه الحالات وكم حاله في المباراه، قابل صعوبه قد ايه. يعني ممكن انت تجي لك حالات سهله، اربع خمس حالات حالة. لكن شاف في المباراه ديت الحقيقه كان عنده العاب صعبه، والحقيقه نجح فيها بدرجه كبيره. يعني يستحق الانضمام للأيمة الدوليه. طبعا طبعا طبعا. بص يعني بنقول عندنا الحكام المساعدين كتير بمستوى متميز، والملعب هو اللي بيبقى بيحكم، يعني بيفرق بين شاب راشد. احنا ادينا له كابتن ايمن براي حضرتك كمان وبراي كابتن عثمان يستحق افضل حكم في الاسبوع ده. اكيد. طيب نروح للحاله أكيد. نروح للحاله اللي بعديها كابتن احمد، يلا مباراه زد وسيراميكا. يلا كابتن ايمن. لا ده ديت لقطه امين عمر. امين عمر في برضه في زد وسيراميكا، بس ده كاس مصر. ايه رايك كابتن ايمن في اللقطه؟ انت علقت عليها على صفحتك عبر التواصل الاجتماعي. طبعا الناس قالت يعني طبعا امين حكم كبير من طبعًا. اكبر الحكام في افريقيا مش في مصر بس. طبعا طبعا تعامل كويس جدا، مش عايزين نكبر ونقول فيها بطوله ولا فيها حاجه. لا هو هنا طبعا سرعه امين عمر في القرار ده بعد طبعا مش غير مقبول بالتصفيق من اللاعب للحكم بالطريقه ديت. بس اللقطه دي اثرت في نتيجه المباراه كابتن ايمن. اثرت على اللعيب ده. اللعيب ده انطرد. هو كده اثر على فريقه. لكن يعني انا الرساله اللي انا يعني عايز اوصلها، يمكن قابلنا بدون ذكر حالات اعتراضات كتير على الحكام، والحكام ما كانتش بتتعامل صح. عايزين ناخد حاله امين عمر دي في اي اعتراض على التحكيم صح. لازم يبقى التعامل بالحاله اللي بعديها كابتن احمد بالشكل ده. يعني شكرا كابتن ايمن. الحاله اللي بعديها يلا ماشي. دي ركله جزاء تم احتسابها النادي زد، وتم احراز منها هدف. كابتن ايمن رايك ايه؟ طب نمشي كده، نمشي بس ونوقف. امشي. هو هنا محمد ميدو سلامه حكم المباراه احتسب، والفار جابه هشام القاضي قال له ان الحكم ان اللاعب ان الحارس لمس وغير اتجاه الكوره، وراح ميدو سلامه شاف الحاله وشاف الحاله وراجع تاني. بص يا كابتن محمود، الحاله ديت طبعا انا الحقيقه رايي امشي مع ميدو سلامه في القرار، لان عندي الايد اليمين. حتى لو انا النهارده لمس، هو بيعدي بالكوره، حتى لو اتلمست، خلينا نتكلم يا كابتن محمود، حتى لو هو لمسها، هل انا وانا بلمسها انا عملت خطا تاني بايدي اليمين النهارده؟ الايد لما عيني لطشت النهارده في المهاجم صح، فايه اللطشه دي؟ خلاص انا المهاجم فقط. انا هل السؤال هنا لما الحارس لعب الكوره وفي نفس التوقيت عمل في لطش لقدم زي ما المهاجم؟ بس انا حاسس كابتن ايمن ان هو بيعمل كده، هو بيطلع. بص هو لمس اهو الرجل دي راحت هي الرجل اللي راحت للحارس. انا عايز لا مش أنا العكس يعني. بص يا كابتن محمود، يمكن نمشي. عايز اوقف هنا ايوه عند الايد اليمين كده بس هنا. وقف لي هنا حلواني. انت مع كابتن محمود يا حلواني ماشي. حبيبي يا حلواني. قرارك يا كابتن ايمن. ايوه ما انا اقول لك ركله جزاء. طيب قرار الكابتن ايمن ركله جزاء. انا قراري مش كده، انا اختلف معاك. ولو اسد سعيد حمزه يقول لك ركله جزاء برضه. انا اختلف معاك. كابتن عثمان رايك ايه في اللعبه دي؟ رايي انا مش ركله جزاء. خلاص يبقى 2-1 التحكيم المصري يكسب. ماشي اللي بعديها يا كابتن ايمن. بص لو لاحظت دكتور هنا في حاله دهس بالقدم يا كابتن ايمن، ولا انت شايف ان اللعبه دي تمشي؟ لا طبعا في هنا في دهس على القدم. طبعا هنا فوت اون فوت دهس بالقدم، ودي حاله من الحالات المميزه للميدو سلامه، لان ميدو يعني هو اللي احتسب ركله الجزاء. اكيد كان واخد زاويه رؤيه وكان ظاهر له الحاله. يعني كل الشكر والتقدير للكابتن ايمن دجيش. نروح لاخبار الصعيد مع كابتن عثمان نابو. اتفضل يا كابتن عثمان. بالنسبه لحضرتك الالومنيوم تحت رئاسه السيد الدكتور محمود عجور، تم التجديد للكابتن هشام عبد المنعم للعام الثاني على التوالي، وبدا الالومنيوم يوم 20/8 بنادي الالومنيوم. والمشكله ان يوم 18 بلغوا الكابتن نور الزاكي مدرب حراس المرمى والكابتن اسامه عز الدين المدرب العام يوم 18 بالاستغناء عنهم. تمام. قبل البدايه ب 48 ساعه، وهنا في علامه استفهام كبيره جدا. حاجات ثانيه. بالنسبه لنادي اسوان تحت رئاسه المستشار الشافعي صالح رئيس مجلس الاداره والمدير الفني الكابتن حسام عبد العال يوم 25/7
لغايه 14/8 وبدا المعسكر حاليا بالاكاديميه بالاسكندريه. وبالنسبه لنادي المنيا تحت رئاسه المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس الاداره والمدير الفني ابو العينين شحاته والكابتن هشام حلمي والكابتن محمود النحاس المدير الاداري بمعسكر بالقاهره حاليا. بالنسبه لشبان جنا تحت رئاسه الاستاذ رجب رزق والمدير الفني الكابتن مبارك كالوشا بدا الاسبوع الماضي بنادي الشبان واعلن الكابتن اسامه عبد الراضي عن في دوره صيفيه بتهتم ل 10 فرق في الصعيد 10 فرق. بالنسبه لنادي مكادي تحت قياده الحاج احمد الصحيفي تم بدا يوم 20 والمدير الفني الكابتن محمود ابراهيم. ففي حاجه دكتور بس عايز اقولها بالنسبه للكابتن المرحوم جمال عبد الناصر اللي هو رحمه الله فقد الالومنيوم خاصه وغنى والصعيد عامه. الكابتن جمال عبد الناصر هداف الالومنيوم والصعيد في الجيل الذهبي وكذلك فقد نادي بني سويف اقدم اداري الكابتن محمد ابو السعود وفقد نادي شبان جنى بالامس الكابتن علي سعيد مدرب حراس المرمى. اللهم اغفر لهم وسامحهم ربنا يرحمهم جميعا يا رب العالمين ربنا يرحمهم ويغفر لهم جميعا. معانا كابتن طب اخبار الاحمر البحر الاحمر بقى منطقه طيب. البحر الاحمر ايه في عجاله كده منطقه البحر الاحمر يا كابتن يا دكتور انا رحت كان في اربع حكام ورحت كان الكابتن صلاح رمضان ماسك رئيس المنطقه ورئيس لجنه الحكام ورئيس لجنه المسابقات وكان ماسك الدنيا كلها. فبعد كده رحت من اربع حكام عملتهم 22 حكم فيهم حكمتين مي وميادة وكان أول مرة يعملوا كوبر برا الغردقة. الحمد لله ربنا كرمنا وكلنا نجحنا في أسيوط والكشف الطبي وكان حكام طالعين من يا دكتور محمود أشرف ده أشرف ده كان طالع هيلعب في المحترفين السنة اللي دي ومحمد سعد برضو كان من الحكام الممتازين وبعد كده انا رحت نادي الالومنيوم وحاليا لا ما فيش اي تمرين وما فيش اي حاجه. الاستاذ ياسر حراجي راجل محترم رئيس المنطقه حاليا بس لقي الكابتن الحاج صلاح بيراقب دوري ممتاز. كابتن صلاح عنده كم سنه كابتن؟ حوالي 92. كابتن صلاح 92 سنه رئيس لجنه حكام البحر الاحمر. كابتن لائحه فيتور بيريرا بتقول ان 65 سنه ما يراقبش في الدوري المصري. يعني انا مش عايز اتكلم كتير في النقطه ديت يعني ايه ربنا يديله الصحه ويمتعه بالصحه بس زي ما بنقول زي ما لينا زي ما علينا. كل الشكر والتقدير للعميد ايمن دجيش اللي شرفنا النهارده. بشكر ضيوف الاعزاء اللي شرفوني النهارده. معاك كام؟ طيب نروح الاول للكابتن وليد عثمان عشان كابتن وليد اعتذر النهارده لظروف اسريه عنده فناخد اخبار الكابتن وليد. جاهز يا احمد كابتن وليد؟ طيب كابتن عثمان في حته بس اضيفها لحظه. الاستاذ ياسر حراجي حاليا رئيس منطقه البحر الاحمر بعد جوابات للاتحاد ان هو من حقه يراقب لجنه المسابقات فاصبح الحاج صلاح رمضان بيراقب لجنه المسابقات وبيراقب لجنه الحكام في الدوري الممتاز. دي واقعة الاولى من نوعها في العالم. والله يا دكتور يعني عميد بيراقب مسابقات وحكام والحكام مسابقات وحكام في نفس ال وربنا يعدي يستر يعني كده وربنا يعديها على خير ان شاء الله يا دكتور محمود كده انت ان شاء الله انت خير باذن الله. شرفتني ونورتني النهارده يا دكتور وده شرف ليا معانا على الهاتف الكابتن وليد عثمان مدير العلاقات العامه بالبرنامج. واخبار بقى كابتن وليد. كابتن وليد مساء الخير عليك. طبعا عليك كابتن سايبنا وهربان في المصيف بس قول يلا. منور يا دكتور محمود واهلا وسهلا بالكابتن الكبير عثمان دابو. منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك. معانا العميد دايما دجيش ما طلعش هو كابتن طبعا. ايمن دجيش موجود منورنا طبعا يا باشا ده منور مصر كلها والله. ربنا الحكم الكاريزما ومساعد الحكم اللي هو الاول افريقيا طبعا. اخبار عندك ايه اخبارك كابتن وليد يلا. والله يا كابتن لسه من لحظات كابتن حسام حسن اعلن قائمه المنتخب المصري. تمام طبعا عندنا ماتشين يوم 6/9 ويوم 10/9
كاب فيرتي وبرتوان. تمام، في جديد في القايمه؟ القايمه ضمت 5 لعيبه من المنتخب الاولمبي. تمام. طبعا لاول مره بيضم 3 حراس من الاهلي، محمد الشناوي وشوبير وحمزه علاء، ودي مفاجاه. تمام، عندك ايه تاني غير ضم تاني 4 برضه منتخب الاولمبي، احمد كوكا ومحمد شحاته وابراهيم عادل واسامه فيصل. تمام. وفي وجه جديد يا كابتن النهارده لاول مره، هو مدافع سيراميكا خالد صبحي. كويس. وعوده النجم الكبير محمد النني. طيب، كل الشكر. ويا رب التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا المصري يا فندم. بالتوفيق ليك يا كابتن وليد، ومتشكرين على اخبارك الجميله، ومصيف سعيد عليك يا حبيبي. صباحا زي الفل يا غالي، ومساءك زي الفل، وسلامي للجميع ان شاء الله. نستقبل كمان حد من الحكام الجمال في اسكندريه، حكم يعني مش عايز اقول بقيمه الدوليين كلهم موجود، الحكم الدولي السابق كابتن عاشور. كابتن عاشور اهلا بيك يا كابتن عاشور. كابتن عاشور، طيب احنا هيجي لنا دلوقتي على الهاتف كابتن عاشور، ده من تاريخ اسكندريه. كابتن عاشور من المساعدين الجمال اللي كانوا في اسكندريه، يعني اسمهم كده زي الطبل، ولا ايه يا كابتن ايمن؟ حضرت كابتن عاشور؟ طبعا طبعا. لو ايش هو كابتن عاشور لما لقى الكابتن عثمان موجود قال انا لازم اعمل مداخله عشان الكابتن عثمان، عشان هو صعيدي زي بس الكابتن عاشور ده. طيب يعني تمام. كابتن عاشور اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن محمود، واهلا بالكابتن طبعا العميد حبيبي والعزيز الغالي عثمان نابو. تحياتي يا كابتن عاشور، منور دايما يا ربنا يخليك يا كابتن عاشور، وانت شرف لي اي حد يا كابتن عاشور. كابتن عاشور سمعنا كويس؟ سامعك يا كابتن، انا اتشرفت والله بالاتصال دوت، وبشرفت ان انا شفت الحبايب بتوع زمان دول اللي ما يتعوضوش. اتفرجت على البرنامج ولا لا؟ طبعا من اول حلقه متابعه. امال ايه؟ كابتن عاشور البرنامج ده ملكوك انتوا، يعني البرنامج ده بتاع الحكام. يا كابتن محمود دي حاجه جميله ان انت بتلم الناس الحبايب وبتجيبهم عندك، وحاجه يعني ممتازه، وبنتكلم في مشاكل التحكيم يعني، وده كتر خيرك ان انت برضو مهتم بيها يعني. حبيبي كل الشكر والتقدير للكابتن عاشور والاسكندريه واهلنا كلها. حبيبي انت حبيبنا يا كابتن محمود، واحنا سعداء بيك والله. حبيبي يا كابتن عاشور، اشكر وجود ضيوفي الاعزاء العميد ايمن دجيش، بشكر وجود متشكرين يا كابتن ايمن، ومبسوط وسعيد بوجودك وبارك لك ودايما بتقول كده يا حبيبي. هو كابتن ايمن بقى يعني هي ديت حاجه صغيره كده بتاع حبيب البرنامج، فيعني شكرا حبيبي. شكرا يا كابتن. وبشكر وجود الكابتن عثمان نابو الحاكم الدولي السابق القدير، كل الشكر والتقدير للكابتن عثمان نابو. يعني ده شرف لينا يا دكتور حضرتك. بشكر المخرج المحترم كل الشكر والتقدير لجميع للمخرجين للمعدين للإنتاج للقناة، كل الشكر والتقدير ليكم، ألقاكم في الأسبوع المقبل، تحياتي للجميع.